هذه نصيحه للثوار. التيار الصدري اللي احنا الحقيقه كان خطابنا واضح بان هناك حكومه لن تتشكل وتمضي اكثر من عام ولن تتشكل، وكان هذه الرؤيه دقيقه. التيار الصدري يحاول الان ان يكون خلف معاناه الشعب العراقي، ويريد هو لا بأس، الصدريين هم عراقيين في آخر المطاف، ولكن يجب أن لا تستغل حاجات الناس لأغراض سياسية ولتحقيق توازنات سياسية. في المقابل الإطار استثمر الأخطاء اللي وقع فيها التيار، منها الانسحاب من البرلمان أي سحب الكتلة، والحرج اللي الآن يعني تعاني كل القوى السياسية. ولكن أنا بتقديري لن يستطيع أن يمضي بهذه الإرادة اللي هو يصمم عليها بأنه سوف يشكل حكومة دون أن يكون هناك أيضا توازن سياسي، ليس فقط مع التيار الصدري، لا زال غير واضح موقف الكرد على سبيل المثال، وموقف الكتل اللي تمثل السنة أيضا فيها نوع من الشتات. المتوقع أنه هنالك تظاهرات عارمة سوف تكون، إذا واجهت السلطة والميليشيات هذه المرة الشعب العراقي بنفس الأسلوب اللي حصل في تشرين، أعتقد هنالك سوف يكون تدخل كبير هذه المرة، وهنالك أكو التزامات دولية مهمة لهذا الأمر. الشعب يجب أن يعبر عن نفسه وأن تطلق يعني حرية التعبير بشكل حقيقي. بنفس الوقت يجب أن لا تذهب ممارسات حرية التعبير إلى التخريب أو الدمار أو محاولة استغلال هذه التظاهرات من قبل المندسين. هذه نصيحة للثوار بأنه يجب أن يطهروا ساحاتهم وتجمعاتهم، ومعروف الجهات اللي تحاول أن تستغل هذه التظاهرات بالضد من مطالب الشعب العراقي.